صراحة واجهة جدة البحرية كانت جدا ملفتة بأنوارها، وكان يمكن اسم الفعالية النور نورك يا بلد. وفعلا عروس البحر أحمر جدة كانت تزينت أمس زي ما قلنا بالاحتفالات بعرسها الوطني 88، فشهدت عشرات الفعاليات. أكيد منها العروض الجوية والألعاب النارية وغيرها من فعاليات. زميلنا عبد الرحمن الزهراني عنده كل التفاصيل، خلنا نشوف هالمقطع هذا. أضحت سماء مدينة جدة عاصمة للعروض الجوية بمشاركة من الصقور السعودية وفرسان الإمارات بمناسبة يوم خالد في أذهان وقلوب الشعب السعودي. قبل 88 عاماً في مثل هذا اليوم صدح صوت من قلب نجد قائلاً: الحكم لله ثم العبد العزيز. اليوم يحتفل الشعب السعودي بأمجادهم وأمجاد أجدادهم وبعز دام لعقود، ويا عساه يعود وبلادي من زود في زود. أعبر عن فرحتي باليوم الوطني برسمة الجرافيتي اللي أنا معايا، والله يديم عز الوطن. اليوم الوطني شيء كبير في قلوبنا، والله يديم علينا الأمن والإيمان ويحفظ لنا الملك سلمان ولي عهده. صراحة شعور لا توصف بهذا اليوم. الحمد لله لولا قيادتنا الرشيدة وحكومتنا وتعاوننا وتماسكنا ما وصلنا لهذا اللي وصلنا، والله يديم علينا يا رب. في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين تقدم المملكة بازدهار وتطور، ومن تقدم إلى تقدم بمشيئة الله. كل عام وانت بخير يا وطن. تجمع هائل لمختلف الأعمار والفئات ليشاركوا في يومهم الوطني 88، ليجسدوا مع بعضهم البعض وبأيد واحدة لوحة فنية يراها العالم بأسره، لتكاتف أبناء الوطن يدا بيد نحو رؤية طموحة. لصباح الخير يا عرب، عبد الرحمن الزهراني، جدة.